الوصفة بتاعتنا النهاردة هي صينية دجاج بالخضار. الوصفة دي علشان نعملها عايزين دجاجة، وبنقطعها 8 قطع أو حسب ما بتحبوا وحسب عدد أفراد الأسرة. عايزين بطاطس، عايزين جزر، كوسة، مشروم، بصل شرايح، ثوم شرايح، عود قرفة، ليمون أسود اللي هو اللومي، 2 ورق لورا، وعايزين معلقة صغيرة من كل من كركم اللي هو مفيد جدا جدا، حبهان مطحون، بهارات، زنجبيل بودرة، وعايزين 3 طماطم مبشورة، 4 معالق كبيرة زيت، يفضل زيت يعني زيت زيتون بيفضل، ملح وفلفل، ورز بالشعرية للتقديم. كده تمام. والجزر كمان ممكن نقطعه بنفس الطريقة عشان يبقى حتى فيه سيمترية كده في الشكل. طيب عايزين دلوقتي نعمل التتبيلة بتاعت الفراخ بتاعتنا، فهنحط التوابل اللي عندنا. اول حاجة هحطها الملح والفلفل، لسه هنقطع البطاطس كمان. حطينا الملح والفلفل، هنحط بقى الكركم. الكركم طبعا هيزود من القيمة الغذائية بتاعة الطبق بتاعنا. الكركم يعني معروف قد ايه مفيد. زنجبيل البودرة، البهارات، الحبهان المطحون، وعندنا هنا كمان توم فريش، مش عارفة يعني بتهيألي محطوط زيادة، بس يلا بنستعمله برضو. بس يعني ممكن تعملوا التتبيلة دي من بالليل وبتدقوها وبتتبلوا بيها الفراخ وبتسيبوها لتاني يوم، كمان بيبقى طعمها ألذ طبعا كتير لما بتشرب التتبيلة أكتر. خلاص، وعندنا المشروم. هناخد بقى الصينية أو البايركس اللي هنحط فيها الخضار بتاعنا والفراخ، ونحط الخضار. هناخد معلقتين ثلاثة كده من الخضار بتاعنا ونحطه برضو هنا، معرفش يعني راحة نفسية ان انا اتبل الخضار لوحده. كمان الخضار ده كله هينزل مية، فاحنا مش محتاجين نحط مية، احنا ناسيين الحاجات دي كمان لازم تتحط. عندنا القرفة واللورة واللومي. اللومي بس دايما زي ما انا عامله كده اخرموه بالسكينه علشان يطلع قد ما تقدروا نكهه. طبعا كل ده زي ما قلنا هيبتدي ينزل منه ميه. ممكن بقى دلوقتي نحط لها بس شوية زيت زيتون كده على الوش، وبعدين هو طبعا هينزل ويتوغل في الخضار. هنغطي بقى الصينية بتاعتنا بالفويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة، أعلى درجة حرارة في الفرن عندي أول تلت ساعة، وبعدين هخليها تكمل كمان ساعة، ساعة وربع يعني ممكن ساعة كفاية حسب حجم الفراخ كمان. على درجة حرارة 200.